وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفداة حفظه الله ورعاه، وجه الأجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها. وأكد جلالته أيده الله على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن.